بالنسبة للشرك الأصغر، إذا أشرك الإنسان شركا أصغر في صلاته هل تبطل جميع أعماله؟ كيف؟ يقول يعني رأى فيها هذا رأى في صلاته، رأى في صلاته، هذا إن كان من بداية العبادة ومعور رياء لا تصح صلاته، أما إن كان أصلها خالص وما عنده رياء لكن طرأ عليه الرياء في أثناء الصلاة فإن بادر ودفعه فإنه لا يضره، وإن استمر معه فإنها تبطل صلاته، يبطل ثوابها، يبطل ثوابها. نعم.